محلات دي الناس اللي ماتت ده امين شرطه عنده عيال عنده خلطه ناس كبيره ظابط واحده ست ماشيه في الشارع وليها عيل صغير معدي صوب بلكونه وقعت بتاعت ناس محلات اتدغدغت ها كل ده ليه؟ مهما يعملوا في البلد دي البلد دي هتقف على رجليها مش هنخاف من اي حد ولا من ارهاب ولا من اي حاجه. الناس دي باذن الله هيقضى عليهم السيسي باذن الله واحنا مع السيسي ومع اي حد هيخرف في البلد دي لازم نقف قصاده. انا عاوز اعرفهم بس حاجه الدول اللي بره البلد دي هتقف تاني واحنا اقوى جيش وباذن الله هنقف مع الجيش والشرطه.